الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، يا مرحبا ويا مسهلا. قبل لا نبدا وش اسوي؟ تكبر نبدا سووا ديسلايك تكبر ليه؟ لا نمزح والله يا نمزح يا حبيبي وسوي اشتراك هذا اهم شيء ما بقى شيء على المليون يرحم ما بقى بس 100 كم بقى هو بقى يصرف لا والله قريب طب خذ لي هذا اليوم عزيزي المشاهد مسحب البيت خلينا نشوف وجهك والله ان شاء الله تضبط صدور الدجاج خذ واحد اول شيء يا جماعه الخير نقطع انه ايش نقطع نفسك في البيت اكيد عاد الباقي عيال يطبخونه بس يكون مرتب احنا بنطلع لكم شيء مرتب هذا اللي هنا تخليه مستطيلة اخر يوم مستطيلة تبيه حقتهم حقت البيت يلا الباقي جات خلاص وين انا قطع ايه قطع طيب بقطع هذا الطرف بعدين هذه من هنا يا الله يا كريم انها تضبط يا ولدي لا مضبوط يا طرف كبيرة اخليها اصغر من دي احسن كبيرة مرة اصبر سوي لها ضغط ولا لا دي كبيرة شوف اصبر شوف ايه كني ضبطت واحدة انا اصبر هذه ضبطت احمد ايه ضبطت من هنا ساكي قصة هنا هذا مو بيك هذا بسكويت لا والله شوف احس انها لازم تكون مربع ها ايه مستطيل تصير ونقطه هنا ايوه نكتب هذه صح اي ممتاز طبعا يا جماعه الباقي هذا كله يرجع هنا ايوه الباقي رجع هنا هذا حق مقلقل دجاج ولا حق مكرونه نفسي سويت انا في مقطعي مقلقل حق الدجاج اوه هذا ضرب هذه مو البيك هذا باء بس ان شاء الله نمشي صار بالشكل هذا يا جماعه طيب الان نبدا بالعميق يا احمد نغمص ونغمص جوه جبدي فلفل حلو وبرب ايش بابريكا حلو وعندنا بعد ثوم وعندنا بعد زنجبيل وعندنا خل حلو وهذا الاساس شطه بعد كب 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 والريحه ايوه بس طبعا يا جماعه هذا ما يضر انه اوه بيطلع حار لا هذا يا ولد والله لا لا مالك نحط من هذا ملعقه احمد من هذا شوي ترى بس وهذا انا ملعقه كلها انا ملعقه بس 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 حلو والله يعطيهم العافيه والله الشط مقوى كنا الاخير ببيت هنا والله عارف شوي ناخذ برضه شوي كلي بسوي قهوه مو ليش كذا هي جايه ما ادري توك حط منه لا ما حطيت منه سهل والله ما حطيت ما احط ملح ولا ملح أنا أحط ملح بعد ملعقة صغيرة ممتاز يا سلام عليك كذا بس يا سلام بس أخلط أخلط يا ولد لا ما عليك أخلط أنت متأكد من الخلطة إيه يا أحمد ترى هذه الزبدة راي أيوه واثق فيني أنت بس والله دي الزبدة والله نزود لك شوية شطة طيب الحين شو نسوي؟ نحن أمها لا صب إي والله لازم تطفيها أوف يا راي إيش الحركات ممتازين يا سلام هذه الخلطه الاساسيه يا رايد فنان الحين ايش نسوي الان بقسماط ورقي والبقسماط لا هلا الحين تغميس اي بعدين رقي والبقسماط لا البقسماط نغمس بعدين نحطه بالثلاجه يعني الحين نغمس بعدين ايش نسوي نغمسناه وخلصنا نحطه بالثلاجه ايوه بعدين نطلعها نحط شطه بس شطه ونغمس بعدين خمس دقائق يلا اشتري طلعت معنا بهالشكل نحطها بالثلاجه لمده نص ساعه بس ما نرش عشان رش يا رجال روح ايوه بس بنحطها بالفريزر نص ساعه بس نص ساعه نرجع لكم بسم الله الان حطينا الزيت على النار ممتاز نسوي شوي تكون خلصنا شطه نغمس والله نغمس بعد نغمس بالشطه ونحط بالدقيق بعدين البقسماط ونحط بالزيت يا سلام نغمس اول شيء هنا شطه يا ساتر يا رايد يا الحق لا 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 هذا يا جماعه الخير لازم يكون شيء ترى ما راح تحسوا بحراره يعني نكهه وتشكل برضو المفروض ان البقسماط يكون اللي مو مطحون افضل عشان يطلع نفس الشكل بالضبط رايد شوف ما تماسك البقسماط اي انا مالي دف يا وحش روح واذا ما طلع البيك هذه حرف الباء يا عادي دامها الأخيرة اسمع دامها الأخيرة رجع بين مرايا سلام الحين أتوقع إنه نحن نزيد القفاز الله يستر اقلبها ده تو أحمد اقلبها هي شوفها يلا هذه كذا خلاص ضبطها البيك إيه البيك هذا البيك خله يطول النار بالله ها بالنار شوي
لا 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 بيت. الله يصافي. ما لي في واحد بص قال في الله حرب حرب. أخذ قهوة. ما لي ما لي. الله بص ما من. لا والله. حرارة باكل حرارة يا عيال والله. لا ما لي طبعا في اعتراف بعترف لكم إياه بس بتشوف. خلو خلو. الحمد لله هذا الصدق إنه صايف هنا الحمد لله. أي والله. اللي خايف أنا أشوف. يا ولد كيف تبصخ. ما لي ما لي ما لي. بيجينا دجاج يا ربي يا ربي بيجينا دجاج الحالة مالي مالي اتحرك واجد خله يمسك والله اني خايف كم توقع بالمية بيضبط والله العظيم انه 0% لا تحرك والله انا اقول بيضبط يعني تقريبا بيضبط بيضبط لا 4% ايه لا ليش ليش ايه يا اخي البقسماط الكبير هو اللي يثبت هذا مطحون فانا احط دي لو شافونا البيك والله لو شافونا البيك اني تفلون لا يدرون المقطع هذا لا يدرون هذا طبخة الخيك نسميها من الحين على الخيك هذه خلاص هذه الحين دجاج مقلي ايه واجد كيف الدجاجة مكساة والله يا عيال انا قلنا اعترف له من الان احنا عليه ايه معلم ايه يا جماعة الخير المشكلة مو بينا المشكلة ان احنا صايمين لا مو مشكلة اللهم لك احنا صايمين والله احنا صايمين فاللي بيجوك واحد مسافر انتم جربوها يا جماعة بس البقسماط تاخذون الناعم لان حطينا دقيق ناعم ما بقسماط ناعم ما يدري انتم جربوها من المطعم ما تجربونها في قطار هنا واحد اسمه فؤاد يسوي كذا حول والله قطع حول يسوي كذا فلازم نوقف نعطيها فؤاد هذا والله نعطيها فؤاد نكسب اجر ان شاء الله يا رب وش والله ما ادري وش هالشيء هذه الجيمات يا جماعة بس نكتب عليك بقول بيك هذا البيك يا جماعة بس هو في والله في أحلى في أحلى بس ما أنا أحلى شو خبر هذا خطبوط والله إنك خطبوط شوف صار صار في البحر يا ولد والله حرام هذا قخر هذا قخر والله ليه بنصطت صار ما أدري يا اخي مش غلطنا فيه انا علمك البقسماط الناعم خرب كل شيء هقا والله العظيم انه البقسماط الناعم هو المعروف البقسماط الخشن اللي بعد الدقيق ناعم ناعم ما يصلح ناعم خشن اوكي طلع الاذن امامي طلع الاذن فيه الاذن الذين لا هلا اعطينا جوال لا تعال تعال لو تجيب هاي الطبخه ايش لك 5000 ريال والله تحتاج ها الطبخه هذه وش اسمها قلد ايش هاي الطبخه ايش هذا شكل ضفدع لا لا بيك طلع الطبخة دي وش احنا قلت شيء وش اتوقع هو دجاج بس ذاك الطويل اللي جوي طويل عرفته والله خف مود يصدمه الدجاج اللي طويل الدجاج اللي طويل بس ذله الدجاج المو دجاج ذاك اللي هذا بس زيد دجاج طويل ذاك هذا سلمك الله البيك البيك مستحيل هذا البيك لا والله مستحيل هذا البيك شوف اسمع حتى بالله مو بيك شوف شوف انت هذا الامل الوحيد حتى دي ما يبيك يلا بسم الله الان صايم هذا مسافر فاطر احنا جايبين فاطر خاف ناس لا خاف مش واجب لا يغمس ما تخف تعال قرب قرب بالله عليك طعم انا ودي الله يستر الله يستر كل كل صديقتك كيف عدت حتى عادي والله كم من 100 بالبيك خل خلص مو بيصير رب الكعبة انها حلوة اقسم برب العز انها حلوة والله العظيم والله العظيم انها حلوة انا قايل لك مجمع لا يا ولد اكل صوص كل دجاج الحالة كذا دجاج الحالة كل دجاج الحالة بدون صوص اي كل كلك مستحيل ايش طلع معي والله في فرق ايوه اقول لك الصوص الصوص يحلب يعني صوص كل الكلام والله يا جماعة الخير سوينا علينا والله ما قدرنا شكرا الله انا اسف لكن بنديك تكون افضل نوعدهم بطبخة لازم والله العوض والله العوض قاعد يتطور كل مرة فيا جماعة الخير الله يعطيكم العافية لا نقول لكم اداء الى اللقاء في مقطع اخر من برنامج فيكم عليكم السلام عليكم طلاب لايك من لا ار اي 2 اس اكس بي واياد بي ام اس بي ام اس هذا سيارة كمان الناس